بعد الفاصل. وزي بشكر في البداية دعاء جمال اللي كان متواجدة معايا وعبقرينو المبدع اللي كان متواجد معانا. والنهاردة معانا قبل ما أبدأ الفقرة التانية بحب أهني هشام عاشور بخطوبته على الأستاذة مريم. ألف مبروك وإن شاء الله ربنا يتمم لكم على خير. نتعرف بيكم. معانا النهاردة إبراهيم الشاعر إبراهيم محمد. إبراهيم أهلا بك إبراهيم. وحسام علي وألاء. ألاء محمد أهلا بكم منوريني. في البداية ازاي عرفتوا انكم عندكم موهبة الكتابة وازاي بدأتوا قصايد؟ ليه ما اخترتوا مجال القصايد والشعر؟ نبدأ هو عادي المفروض الاول يعني كنا بنسمع مثلا عمرو حسن او هشام الجخ او اي حد عامة بيكتب شعر، فالموضوع كويس الى حد ما، انت بتعرف توصف نفسك وبتعرف يعني تعبر عن اللي جواك يعني بالشعر. فانا ابتديت يعني ليه مثلا ما اكتبش، يعني ليه انا مثلا ما اكتبش واسمع بس، فابتديت ان انا اكتب. حبيت الكتابه وابتدي اطور من نفسي، يعني انا لازم بقى اعرف، وبعدين انا يعني الحمد لله بعرف اطور من نفسي في شكل يعني بشكل سريع. وبعرف يعني اخد وقتي وارجع. يعني هي بتبقى يعني موهبه كده من عند ربنا. جميل. ابراهيم في البدايه كان واحد صاحبي هو اللي بيكتب، ف يعني هو اللي بدا الموضوع، فانا دخلت لقيته بيكتب كويس فحبيت ادخل معاه في المجال، فلقيت نفسي بكتب الحمد لله كويس، ابتديت اتطور شويه بشويه يعني الموضوع. لا بس المستوى التقدم بتاعك جميل جدا الصراحه، انت وصلت لمرحله جميله جدا. الاء ازاي اكتشفت موهبه الكتابه؟ انا كنت بكتب يعني كتابه كده عشوائيه من وانا في اولى اعدادي، كنت انا ما اعرفش اصلا ان دي موهبه او كده، يعني كانت بتبقى يعني بتيجي عليا لحظات حزن وكده، فكنت بمسك القلم بكتب اي حاجه بتيجي يعني معايا، كنت بكتب كمان بالفصحى في بدايتي، كنت بكتب ابيات يعني ليها قافيه ماشيه مع بعضها. كنت مطنشه الامر اللي هو انا بكتب وقت ما بحزن وخلاص ما اعرفش ان دي موهبه. فلما جيت بقى في مرحله الثانويه وكان معايا صاحبتي بتكتب، فهي لما شفت كتاباتها فانا اتفاجئت، بقول لها ده انا بكتب زي كده، فبتقول لي بقى عرفت انها موهبه وكده، فابتديت بقى انا كملت في الموضوع. انا من زمان قوي وانا بحب اسمع لهشام الجخ وكده، فكنت بقلده دايما، فمن هنا بقى اتنمت الموهبه عندي وبقيت دلوقتي. اول حاجه كتبتيها زي دلوقتي؟ اي اول حاجه كتبتها يعني اول حاجه في مستوى الكتابه، اول حاجه في مستوى الكتابه نفس التطور ولا تطورت اكتر؟ لا تطورت كتير جدا. تطورت كتير. كنت نفس برضو طبعا بشكل سريع. بالوقت بتكتسب خبرات في المجال مع الكتابة بتكتسب الكتابة بتكتسب ألفاظ جديدة ومصطلحات جديدة، كل ما تقرا شعر أصلا يعني كل القراية عموما بتكسبك خبرة. طبعا كلمات عندك بتزيد، بتاخد كلمات مستحدثة، بتعرف تعمل قاموس لنفسك من مجموعة من الكلمات. طب بدأت تكتب امتى؟ يعني انت حسام مثلا انا مثلا بقالي مثلا دلوقتي حوالي 4 شهور ونص أو 5 شهور بكتب. تكتب بس ما شاء الله يعني تألقت يعني في مستوى يعني بسرعه ما شاء الله في مستوى بسرعه الحمد لله. ابراهيم انا كنت بكتب على فترات متباعده يعني من اواخر 2018 كده، بس ما بداتش فعليا في المجال غير من شهر 3 اللي فات. شهر 3 برضو في نفس التقارب الفترات التقارب. لا انا برضو كنت بكتب على فترات برضو متباعده نفس الحكايه، بدات في شهر 3 اللي فات. لا شهر 3 وما شاء الله كتير. انا 4 كده 4 لا 4 3 برضو في نفس التقارب رينج. يا حسام هتسمعنا قصتك ايه؟ هقول الخلاصه وهي عشان لها يعني النهايه بتاعتها او القفله بتاعتها بحبها يعني. اللي هي انهي واحده؟ لا كويس تمام اتفضل. الخلاصة هي باع قلبي يمكن بالقليل، الخلاصة إن يمكن قصة كانت مستحيل قلبي فكك، قال يجرب شوقها يمكن راح مقرب فجأة دق راح سائلها، قال يقدف شوق في نيلها وسط نور الشمس أشيلها أجري بيها، قلبي عاوز يحتويها بس قالت برضو لأ، فجأة عيط بت طول الليل بخيط والجراح عمالة تنزل والدموع في عينيا ماشية والنزيف شغال تملي، صح شافني قال لي صلي يلا هو العصر حبة، قلبي نازل سيل جراحة حبة حبة حبة، رحت أصلي أما لاج بالنور وأصلي يا عيني شافت روحي ردت، قلبي قال لي جراحة خفت تدعي ربك شالها عني، كل عيبي بس إني سبت روحي
الخلاصة كله بايع لاجل انه يبقى عايش. كل شيء في الدنيا بايش، كل شيء في الدنيا ماشي الا ربك وحده باقي والبشر زايلين تمام. الخلاصة ايه؟ بساطة. البساطة دي القصيدة اللي تحب الختمة بتاعتها. اه ايه اللي حبيت فيها؟ انا ابتديت يعني الموضوع بحاجة زي كده، بس انا حبيت اقوله ان البشر كلها عامة في فترة من الفترات هتمشي، ويعني مش هيبقى غير ربنا بس اللي معاك. فمش هينفع لك مثلا غير الصلاة بالظبط. اكيد. فدي اللي حبيبك فيها. اه عشان الختمة بتاعتها القفلة فيها موعظة. اه اه ابراهيم ناوي تسمع ايه النهاردة؟ قصيدة اسمها شكلك عجزت. اتفضل يا ابراهيم، اتفضل يا حبيبي. شكلك عجزت والسنة هبان تحت عيونك، والفرحة اللي حلمت تكون لك وفضلت تجمع فيها سنين مش يدونك. لبقيت عارف بتفارق مين ولا عارف تايه منك فين. اصبحت خلاص سلبي وروحك بتسلم وجعك للنيكوتين، وبتجلد روحك للنوم كم حد ازيت، كم مره جروح بانت منك، كم مره دريت، كم مره فرحت في هذا اليوم، كم مره بكيت، كم مره حرقت في اوجاعك ورجعت هزيل، كم مره حاولت تكون فرحان وحكيت اسرارك للمناديل. اصبحت بديل الى كل اساس وفقدت شعورك في الاحساس. عجزت خلاص ما فاضلش معاك من كام جوله وتعود خسران. كل ما بتداري اوجاعك تظهر وتبان ساكن في مكان مهجور نور، والحزن اللي في روحك بيصور. كل ما بتلف الدايره تدور بتسلم روحك للاوجاع وتعيد المشهد للجمهور. افهم يا عجوز الدور اللي حلمت تعيشه اصبح محجوز. بالوقت يجوز يوم تلقى لك ادوار بتمثل احوالك ويلخص كل اللي ببالك دور الأرجوز. افهم يا حزين اصبحت مصنف في الدنيا خارج تعداد البني ادمين. لبقيت عارف تحلم وتعيش ولا عارف حتى تكمل نوم. كل الاوجاع جواك بتدوم، كل المخاليق جواك بتعوم وانت لوحدك اصبحت غريب. كل ما بتوسع في الدنيا فستانها يضيق. فافهم يا ملاك كل الاشياء ما بقتش معاك، كل الافراح بتموت جواك، كل اللي باقي لك من الدنيا كان لون اهلاك. احسنت يا محمد، احسنت يا ابراهيم، احسنت والله. الاء ننتقل بقى للبنوته المانا النهارده. الاء ناويه تسمع لنا قصيده ايه؟ قصيده دواء الحزن. دواء الحزن حزينه. لا اتفضلي. الاء المايك هون معاكي. اتفضلي. فلو هبدأ في ملامحي هتلاقي عصفورة من قمحي، حبة إنسان لم يصونها فلقيتك فجأة تقول همش. كان كل أمالها ده مزروع فيك ويومات بقرة تبكي عليك، إزاي خلتها تدوب في عينيك وفي لحظة تسيبها كأنك ما جيت. ده قال البنت جنة بيت فارت تتعب لأجلك لولها، ودي وقت ما تقول حبيت بتقولها لأنك هتصونها وما تعرفش مين ده يا بيبي طلع فترة وتخونها. فياريت لو ناوي تودع تفتكر ان انت المديون وتراعي مشاعرها وتوصلها، وان انت اللي اردت في يوم تخلص لك هي بملكوتها وتكون ملكك من بين الكون. فازاي ببساطه كده تسيبها؟ طب اسمع لحظه يا حبيبي، ان كنت مفكر حتى في يوم انها لعبه ومعاك هدوم مهما قصرت ومهما تلوم، فبحب انا اقول لك من نوم. طب فاكر البنت اللي رميتها وقلت عليها عيون ياما؟ اتسألت ليه انت تركها ام ردت بانها تعبانة وطبيعة الاصل يكون غلاب ما عايش جوه في انسانة ما عايش جوه في انسانة. كمل اتفضل. وعايش جوه في انسانة ما نسيتش في يوم انها حبت ولا قالت انها ندمانة. سمعت من ناس كم اهانة قتلتها بكل جحود منهم.
قتلتها بكل جحود منهم فانعزلت بره. مفيش اي حاجه، التوتر عادي جدا، عادي جدا، اتفضلي كمان يا عادي، مفيش توتر خالص، عادي، هو توتر عادي جدا، مش اي حاجه. فانعزلت بره عن العالم في اوضتها الضلمه بحكايتها، عاشت في الوحده بتفاصيلها، عاشت في الوحده بتفاصيلها، ما لقتش الايد اللي تشيلها فاتجهت للشعر سبيلها، مسكت في القلم اللي فهمها، كتبت كام بيت جوه وردها، سردت جواها وقصتها، نادت للرب اللي خلقها، كتبت كام بيت هما الآتي، محتاجه لقيت يهمني، محتاجه الحب يهمني، ابكي لقلبه واشتكي، محتاجه بس وقت الوجع انسان حنين او جدع يمسح بايده دمعتي ويقول معاكي يا وقع، كان نفسي اشوف بس الامال في عيون تخاف تخسرني يوم، كان نفسي الاقي شخص تاني يقدر يقاسمني الهموم، كان كل املي في الحياه انسان يقدر مش يلوم، انسان في وقت محنتي يا يكون مهدئ او لا يكون، انا قلبي فايض بالهموم مش حمل حاجه تقله، انا قلبي بينادي الجنون ان الخيانه بتقتله، واني اللي اقسم يوم يصوم كان هو وهم يخذله. سكتت لفتره ودمعت، شافت شريط الذكريات والقلب مات من شخص فات، فالقلم كتب من سكات، جربت حاله الاكتئاب، جربت تعيش من غير جواب، عايش بتسال في الهوى والعقل طاب شبه استوى، عايز جواب من حد ساب، جرح في قلبك دون حساب، جالك في وقت وحدتك كان ساند محنتك، وفي يوم مفاض حزنك قوي سحب الجدار بقى مستوي، سابك بتغرق في البحور بين الشلال فيها القبور، شلال لحزنك والفطور، احزان بتقتل فيك عصور، ياللي انت عايش في الحياه تاخد مشاكل من البشر تنتج لهم مسك عطور هيكسروك وقت السرور. التاليف بتاعك؟ بألفه وبلقيه. لا جميل جدا، هو بس عادي توتر جدا بتحصل لجميع الناس الكبيره برضو، لشعراء كبار، ممكن امير اربيلي منهم بتحصل لهم، اي حد انا ممكن افعل مسرح شعراء كبار بيحصل لهم التوتر عادي جدا طبعا. يعني ما تضايقيش ولا اي حاجه، عادي جدا. ننتقل بقى لحسام وابراهيم، كلمونا، انتوا طلعتوا على المسرح اكيد لكم حفلات على المسرح باذن الله، عملنا حفله قبل كده وباذن الله في يعني حاجه جايه، كلمونا بقى على الحفله الجديده النهارده، البرنامج جه فيه استكشاف كده للبرنامج، كلمونا عن حفلاتكم. يعني باذن الله احنا عملنا حفله في شهر 8 اللي فات يوم 18/8 في مسرح تياترو افاق في رمسيس. يعني الحمد لله الحفله كان مستواها عالي طبعا، وكنا مقدمين يعني الحمد لله عرض كويس الحمد لله، وباذن الله قريب يعني الشهر الجاي هيبقى في حاجه في المعز هعلن عنها يعني الرابع خلال يومين. باذن الله باذن الله باذن الله برضو قريب في حاجه ممكن تبقى في اسكندريه ان شاء الله، هتكلم برضو عنها بس اول بس ما اظبط بس مع المسرح باذن الله. ابراهيم برضو مع بعضكم كنتوا في الحفلات؟ احنا الاثنين تيم واحد دايما مع بعض، انا وحسام نعرف بعض من فتره، ويعني الصراحه هو من احسن الناس اللي في المجال، هو سواء هو علي السيد، في ناس كده احمد علام، مصطفى المحرزي، في ناس كده تستاهل يعني، ناس محترمه محترمين محترمين طبعا، احمد حكم، في ناس كتير ناس محترمين فعلا ما شاء الله عليهم. ازاي واجهت انتقادات ان بنت تقول شعر؟ انا سالت السؤال ده لدعاء وقالت ايه عشان عادات وتقاليد وكده، انت من القاهره صح؟ لا انا من الصعيد. من الصعيد برضو. ازاي بقى واجهت الانتقادات اللي قابلتك؟ يعني كنت بسمع لهم كده ويعني شبه بطنشهم، اللي هو انت بيقولوا لي، ناس كتير قالت لي ان ده مش شعر، انت مفكره نفسك ان انت بتكتبي شعر، وناس قالت لي ده كلام انت بتسرقيه من على النت اصلا وبتيجي تقول لنا ان ده كتاباتك وكده، فكنت بقول لهم يعني ماشي خلاص يعني هنشوف بعدين وكده، وما زال لحد الان برضو محدش تقريبا بيصدق. اكيد طول ما الواحد الانسان بيواجه انتقادات فيعرف اللي هو ماشي صح وفي طريق النجاح، انك ما تواجهش انتقادات فتعلم ان انت اصلا ما وصلتش لنقطه معينه ان الناس تنتقدك. طبعا. وفي نقد ايجابي ونقد اللي هو سلبي، بناء وفي نقد لا الايجابي اللي هو ايجابي اللي هو الناس بتشجعك اللي هو بينتقد فيك اللي هو نقد البناء زي ما انت قلت بيوضح فيك حاجه عيب بيصلحه لك، اما السلبي اللي هو يقول لك ايه لا ده انت مالكش فيه مالكش فيه انت بتقول شعر انت بتسرق انت وحش لا الكلام ده كله، انتوا بتواجه الانتقادات دي كتير؟ يعني بيبقى في حاجات كتير قوي، يعني في ناس مثلا يعني انا صحابي في الاول ما كانوش يعرفوا مثلا انا بكتب، يعني في ناس من صحابي انا بيسمعوا عمرو حسن فانا عندي الناس كلها اللي هو ايه
دي بتاعت عمرو حسن بس انا ما سمعتهاش بقى، بس انت ايه جيت تقولها لي. يعني بيبقى في حاجات كتير زي كده، بس طبعا يعني مع مرور الوقت طبعا من كتر الكتابه او انا عامه بقى ليا اسلوب لوحدي بقى، او بيبقى ليك اسلوب لوحدك اكيد بقى خلاص يعني انت تختار طريقك، بتاخذ النقد ده حاجه حافز ليك ان انت تتطور من نفسك. تطور من نفسك صح بالظبط. وغير كده برضو يعني احنا تيم واحد، يعني كل واحد فينا ليه لون مختلف. يعني ابراهيم بيكتب باسلوب، انا بكتب باسلوب، علي اسلوب، في كذا واحد ليه اسلوب أكيد. يعني عبد الله محمد عندنا وعبد الله يونس، في ناس كتير كل واحد ليه اسلوب معين، ناس يعني بيكتب ناس عظيمه طريق معين اللي هو حزن فرح لا مش عامه، يعني في ناس بتتكلم عن قضايا معينه وفي ناس تانية يعني بتتكلم عن حاجات مختلفه. تمام. يعني في كذا كذا، مثلا زي عبد الله يونس عنده نص جميل قوي وكاتبه لواحد صاحبه، ودي حاجه عظيمه بصراحه من الحاجات بتاعته. علي عايزين نسمع كده قصيده اللي انت كنت قايل عليها، اسمها ايه؟ برضو خيرت. اتفضل. هي جت في دماغي. اتفضل بقى. برضو خيرت وقعت من فوق السحاب، من ظهر كف الدنيا دي خدت الالم، وقعت من سابع سما بعد ما كنت خلاص وصلت. أنا عشتها زي اللي عاش طول الحياة وبيبني في بداية الطريق، وأما ابتدى أم بص شاف قدامه سد، زي اللي كان بيقول هعيش وهو فجأة مات، زي اللي آخر ليلة ليه كانت عيد ميلاد، زي اللي ميت من السكات أو من الألم، زي اللي رافع على الحدود نسر وعلم وتخونه طلقة من العدو، زي اللي مات وبكشنا لما استشهده. آسف هربت، والحجة يمكن المرة دي كانت أنا حابب أعيش من غير إهانة أو احتقار، حابب أكون إنسان شبقة من الكبار أو من الملوك. هتحس إيه لو قلتلك على الحرقة لو تهان أبوك، أو شفت قلبه من العياط جرح في قلبي وصوروه، أو عن أخوك وقت الفراق ودموعه نازلة في ظهر أبوك، قلب اللي ساع كل الحمول ما بقاش ساع حزن ووجع، أو لسه يعني ساع أزل. ادعولي دايما أكون بخير، أو بكرة أشوفكم في العزاء. كن بخير دايما يا احسان. ابراهيم، قصيده الجايه اسمها انا مش ملاك. اتفضل. انا مش ملاك علشان اعيش دايما مطيع، انا ورد مات جوه الربيع، انا صحرا رفضت تستظل الظل، انا صبر قرر من دموعي يمل، انا نور ضعيف من بدر غاوي على القهاوي يهل، بصوا في عيني هتعرفوا اني اكبر كتير في الشكل من سني، عداد ساعات العمر بيخني بيزيد سنين مع عقرب الثانيه، بصوا في عيني هتعرفوني بجد، انا صمت خايف يحكي وجعه لحد، كلم مرايته لاجل يسمع رد، ما سمعش عيط لمرايات تانيه، شفتوا الالم ماسك الم عمال يدوم في الجراح، 20 سنة انا مش انا مسجون في سجن من البراح، قلبي اتكسر قلبي اتكسر، شفت البصر من حزني راح، مل النظر حد الحذر فوضت ليه كل الصراح، ركز كده في الاورده هتلاقي لحن بدون شذا، شوف الحدود رسمت حدود على حد ميت دون عزا، شفت الاذى اصبح مشاذ، اصبح حليفك في الحروب، قلب الإزاز مش حمل طوب ولا حمل قذف من الرصاص، أنا مرتضي حكم القصاص، مستني عدل من الحدود، شدوا القيود من على الإيدين، حان العلاج من الانكسار، قلبي اللي كان غاوي الوصول أصبح مريض بالانتظار. هنختم بقى مع آلاء قصيدة سريعة كده. ما جهزت مش محاضرة؟ تمام. بشكركم كده. ودي كانت نهاية حلقتنا. بشكر علي، بشكر إبراهيم، بشكر حسام علي، بشكر إبراهيم محمد، آلاء محمد، بشكركم جدا، كنتوا منوريني، بشكر دعاء والعبقري اللي كان معانا، عبقرينه. انتظرونا إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامج بين الكلمات.